أهلا بكم ضمن جولة الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. البداية من جريدة المساء التي أوردت تفاصيل عن مشروع إحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، حيث شرعت الحكومة في وضع اللمسات الأولى على إنشاء الوكالة الوطنية في سياق إصلاح القطاع العام وجعله أكثر نجاعة وفعالية، حيث تم وضع مشروع قانون إحداث هذه الوكالة التي تندرج مهمتها الأساسية في التدبير الاستراتيجي لمساهمة الدولة ومواكبة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية. أما يومية اليوم المغربي فعنونت: المغرب تبنى حزما من التدابير لتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا على قطاعه السياحي، مبرزة في هذا الإطار دراسة لصندوق النقد العربي حول أثر قطاع السياحة على النمو الاقتصادي في الدول العربية، التي أكدت أنه على المستوى الداخلي اتخذ المغرب مجموعة من التدابير بغية رفع نسبة مساهمة السياح الداخلين في ليالي المبيت وتوفير عروض ومنتجات سياحية ملائمة للعادات والتقاليد والشرائح فئات الدخل المختلفة وأنماط الاستهلاك. ونختم جولتنا اليوم في الصحف المغربية بجريدة الاتحاد الاشتراكي التي كتبت أن الطاقم الطبي للمستشفى العسكري الميداني المغربي ببيروت الذي أقامه المغرب بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للمصابين جراء انفجار ميناء العاصمة قدم حتى اليوم 51223 خدمة طبية لفائدة المتضررين من الحادث، واستهدفت هذه الخدمات الطبية للمستشفى خلال الفترة ما بين 10 من غشت المنصرم و 12 من أكتوبر الجاري 21477 شخصا، والذين تلقوا علاجات وفحوصات وخدمات طبية عديدة شملت مختلف التخصصات.